ذي حلة منازل المدنيين في هذا الحي، وهذا الشارع المدمر الذي يعرف شارع العسقلاني. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الدمار الهائل، الدمار الرهيب الذي حل بالشارع بأكمله. نتيجة القصف المتواصل، كافة أنواع الأسلحة، هو ضرب بالشائكة. الله أكبر، قصف هي القصور بعربة الشائكة. قصف حي القصور بعربة الشايكة 2015. حي القصور حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا حالنا في حي القصور مع كل هذا الدمار الذي ثروه. يستمر القصف ويستمر العنف الأسدي بضربات الشيكة ودبابات المدفعية. حسبي الله ونعم الوكيل.